والله دبلناهم لكن غبا حافظ ما فاهم محافظينه يمسك لكن ما عارفين هذا كمايا وقت في الرياضيات احفظ حل مع المسألة واكتبها في الاختبار هي مسألة ثانية هي مسألة ثانية اكتب نفس الحل مال ذيك المسألة بعدها يا ريت يغير الأرقام يشيلها ويعقلها من دون ما يغير أرقام لا لا تكون بايعنا لكن فاقد كيف درجة تجلس اليوم اللي قبل تحفظ مسائل أخي لقبل ماسك الزاوية ونحن نعقع مرنا هناك أقلك والله غبي هذا